الماء هو سر الحياة. والله سبحانه وتعالى يجعل أغلب آيات الأرض وخروج الحياة من هذه الأرض بسبب ما أنعمت عليه السماء من هطول لهذه الأمطار. ماء يطهر الإنسان من الرجس، فيقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. هذا الماء هو ماء الكوثر، ماء فاطمة الزهراء الذي انبثق منها كل نور، نور الحسن ونور الحسين، ثم بعد ذلك انبثق إلى العالم الرحب الواسع من أنوار محمد وآل محمد. مثلما سر وجود البشر هو الماء الحياة، وسر وجودنا الحسين. نحس إحنا مرتبطين مع ذلك الموقف، مع الإمام الحسين عليه السلام، ارتباط لمدة 1300 وكسور سنة، مربوطة روحيا وفكريا قلبيا عقائديا. كل مفردات الطف وتفاصيلها هي عايشة ويانا بكل تفاصيلها بكل مأساتها. ثورة، إصلاح، كل شيء النغر هل يروى من النغر لا هذه الصورة، أن الحسين عليه السلام على قدر ما منعتموه من الحياة فإنه يمنحكم الحياة، لأنه ابن الكوثر العذب، لأنه ابن فاطمة الزهراء، لأنه ابن محمد المصطفى. فضلاً عن أن المادة الروحية التي قدمها الحسين عليه السلام ليكون سر الوجود وسر الحياة أنه الماء الذي لا ينقطع عن العالم، رغم أن العالم قد قطعوا عنه الماء. عزلنا أي والله عزلنا حيل، نشوف الفرات وحسين ما ضاق الماء منه ولا شرب، ما خلاه يشرب ماء منه. من كان ما هذا المي اللي انحرم منه سيدي ومولاي أبا عبد الله الإمام الحسين، إنه اليوم يباح لعشاق الحسين عليه السلام حتى يتذكروا عطاء الإمام الحسين. كل واحد يقدم كاسة المي إلى الزائر هو يتذكر تلك اللحظة التي كانت فيها شفاء الحسين ذاك يوم. قلب المحترق للعطش. انهضم، اتألم، استمتار عاطفتي.
أني أذكر عطش الحسين. مو فقط هسا يعني حتى بالأيام العادية بعض الأحيان عندما أشرب ماء وأذكر عطش الحسين أمشي. صورة عبد الله الرضيع قبالي وهو عطشان ويطلب له الإمام الحسين يطلب له شربة ماء. صورة أبو الفضل العباس عندما ملك الفرات ورفض يشرب من عنده. سلام الله عليك. سلام الله عليك. اشرب ماء يا زايد. حيا الله الشباب. هلا بهم هلا بهم هلا بهم. هلا بالشباب العطشان. حيا الله الشباب. والله العظيم كل ما نشرب ماي كل ما اشرب ماي اتذكر عطش الامام الحسين، لان احنا من نمشي والجو حار نعطش فيطونا ماي بارد جزاهم الله خير اللي هم خدام الحسين، فانا كل ما اشرب ماي اتذكر سيد مولاي الامام الحسين وعطش الامام الحسين وعيال الامام الحسين واسلم على الامام الحسين، كل ما اشرب ماي واحاول هم ما اشرب الماي لا اقطع الماي حتى اكثر احصل سلام للامام الحسين اكثر. وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو مو هاي الآية ما أذوق الماي أو على لساني أحرم لفظ كلمة مي. الماي هو شباب الجنة يمتي فيه هواية بحقة تنظيف الدرب والري. ولا تقنع نبت سر الحياة الماء شنو سر الحسين اللي بالضماير حي. صار 13 يوم وزع ماي للزوار الحسين، هل بكربلاء لا وزع ماي. هذا مو كبنا، مو كب علي الاكبر. اعطي فلوس من عدي، بس كون اخدم للحسين. اذا ماكو خدمات ماكو زار يتحمل هاي المسافات مئات الكيلومترات. اذا ما انا اخدم وغيري يخدم اكيد الزار راح يتاذى. اشرب ماي يا زايد. خدمه تكثر عدد الزوار. وحاله حلوه احنا حصلناها من السقوط وجاي نعمه. قبل السقوط وين كويس حصرت تقدم لك ماي للزائر. كنا بالدرابين نشرب الماء على حب الحسين والأكل نسويه بالسكتة على حب الحسين. رغم العناء رغم السجن أنا سجنت سجني صدام حسين بسبب هاي القضية. كانت القضية أنت تروح تخدم وحبل المشنق ملفوف والزائر يجي من محافظته ويعرف أن احتمال ما راح يرجع. يعني تخيلي نفسك في صحراء وخايفة ومرعوبة وعطشانة وحلق شابس من الماي وشخص يجيب لي شربة ماي. مو لها قيمة كبيرة يعني ما تتعوض بثمن أو بشيء. يوم العطش وقت الظهر شفتك نهار صاعد مهور يلجنك الماي يلجنك الماي وجروفي حك. يا
رحنا الى بغداد، وبعد عودتنا من بغداد محملين بالثلج، شرطي اخر في مؤخره السياره ضرب على السياره وقال يعني بلغ السائق ان توقفوا. فقال شنو هذا؟ قلت له ثلج. فقال ممنوع. قلت له انا ما ماخذه ابيعه هذا الثلج، انا اخذه هذا الى زوار ابا عبد الله الحسين عيسام. فسحبني من قميصي وقال تعال ادخل الداخل، ان انتم ساسجنكم، وهذا الثلج المفروض التوسن نوزع هنا بقضاء المسيب وانتم اسجنكم. فانا قلت له احنا القضيه ما لنا علاقه بالموضوع، احنا ناس حمالين والثلج هذا تابع الى الملاج. قال لي منو الملاج؟ الملاج يجي يروح يجيب الملاج وتعالوا. قلت له ملاجنا ما يجي الواحد، هي الناس كلها الملايين هي تروح له. هاي اللحظات دخلنا على الضابط اللي كان موجود، ومن شفت وجه الضابط حقيقه في داخلي تكلمت مع سيد الشهداء السلام عليكم، قلت له ابو عبد الله هذا الشرطه هيك عمل بينا، هذا الضابط ايش راح يسوي؟ اكيد يعني عنده جدا طبيعي ان يعدمك ويعتقلك الى الاعدام. واجعله لو ثانية عند الرضا. اللحظة الضابط شال راسه قال ايش بيه هذا؟ قال له هذا جايب ثلج من بغداد الى كربلاء. قال لي شنو تسوي بيه؟ قلت له دا اوزع بثوب ابو عبد الله. الله يشهد قال بارك الله بيك ابني، اثوب من هذا العمل ماكو. قال له انطيها هويته ليش مأخره صار ساعة؟ قال له سيدي بامر السيد الوزير ممنوع ويصادر. قال له انت ما تعرفني بالتعليمات، وصيح عليه وقال له انطيه هويته، وانطاني الهويه. التفتت على الشرطي قلت له انت ردت الملاج؟ قال لي قلت له حضر الملاج وصل. قال لي شنو تقول؟ قلت هذا موضوع انت ما راح تستوعبه، الملاج مالتي وصل اجاني. قدام شفك شن حسن كلي عطش وانت العذيب، رويني بالجود رويني بالجود. الإمام الحسين حاضر بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من كرامة الشهادة، وهو القائل تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. شوفين الطفل الصغير يوزع مي، شوفين الرجل الكبير يوزع مي، شوفين المرأة توزع مي، دليل على حب هذه الناس لكلمة المي التي حرم منها الإمام الحسين عليه السلام. اشرب الماء واذكر عطش الحسين حتى يتذكر الحسين، حتى ما ينسى. ما اذكر عطش الحسين؟ أنا النهار كله على التلفزيون قاعدة وأبكي على عطش الحسين وعلى مصيبة زينب. شو تقول له زينب؟ قلت له تعنيت لك واللون مخطوف وقلوبنا ترجف من الخوف، وردتك لحالي وذلت تشوف. قلت له أخوي أبو علي طريت الزلم والخيل والنار، وتعنيت لك وبعجي الغبار أدور على الجسم وين الجسم صار، ولقيتك على الرمل ودر الرمل حار. اتذكر عطش الحسين، اتذكر زينب، اتذكر الاطفال، اتذكر الرضع، اتذكر البنات، اتذكر القيد، كلهم اتذكر. ما فلهذا انا جاي اوزع ماي لو ما السنه سبعة، كل سنه ان شاء الله انا موجود هنا، كل سنه ما نوقف حسب ما درجه الحراره 70 كله في دول الامام الحسين وغياب الفضل العباس. هاي نعمته، هذه هسه الاسلام سقانا، نعمه الاسلام
والمودة هسه تشوف انت واحد يتعاون ويا الثاني، لا اخوه لا صديقه، زائر الحسين شاله باكفاف الراحه. اشرب كل واحد، الكبير هم على راسي، الصغير على راسي، لازم يشربهم ذولي كلهم ان شاء الله. يعني هم جايين مشي على مود الامام الحسين، يتعنون مسافات، يطلعون من البحر الى النهر لاجل الامام الحسين والامام العباس عليه السلام. وهذه الجموع الخيره كلها تتذكر موقف ابي الفضل العباس حينما وصل الى المشرعه وابى ان يشرب الماء، قال يا نفس من بعد الحسين هوني، لان المعركه هي معركه قيم، الماء تحت تناول ابي الفضل العباس لكنه لم يشرب. كيف يشرب الحسين عطشان وهو يتذكر جيدا انه ما خلق الا لاجل الحسين؟ عطشان وتعبان، لكن اخوه ازيد من عنده عطش، ذكر اخوه. ولا يمكن ان يشرب قطره من الماء والحسين عطشان. سلام الله على العباس، هو ابو الاخوه، هو علمنا الاخوه، هو علمنا التلاحم بين الاخوه. من نذكر العباس اكثر نتلاحم، اكثر نتخاوف. ضحى بحياته وضحى باولاده وضحى باخوته في سبيل الحسين. يا ساد شو المعلقم يا عباس شاوين ونار العطش بحشاي شون لو ان الماي بيه ونين شاون يون علم على الشفين والعين الطفيه يصيح الماي على الشفين والعين الطفيه. هو الرمز المقدس للماء، هو ساقي عطاشة كربلاء، هو رمزنا جميعا. يعني نحن نقول يا أبا الفضل العباس نحن جنودك، نحن خدمك، نحن على نهجك يا أبا الفضل، أقبلنا خدام عندك. هذه القربة التي أنت لم تستطع أن توصلها إلى الحسين وعيال الحسين، نحن نقوم بإيصالها مستوحين من فكرك ومستوحين من جهدك وتضحيتك يا أبا الفضل العباس. احنا صارنا يعني 10 ايام ننقل ثلج ومي من محافظه ميسان الى محافظه كربلاء. طبعا اشعر انا من اجيب المي والثلج، يعني اشعر انا فرحان، يعني الزاير يشرب يذكر عطش الحسين، يذكر عطش ابو الفضل العباس، يعني اشعر يعني سقيت عطاش كربلاء. نفس هذا الطريق سارت عليه السيدة زينب هي وعيالها. الأخوة الزوار مع معاناتنا كيف ندخل الثلج وكيف ندخل نوفر لهم الماء البارد إلا أنهم ما يشربون الماء، حبا بالحسين سلام الله عليه يدخل إلى كربلاء ويخرج من كربلاء وهو ما يخلي قطرة ماء. ولما نقدم له يقول لا أنا مولاي أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه استشهد عطشان وأولاده طلبوا الماء ما حصلوه وعائلته رادوا ترادة الماء وما حصلته. سلام الله عليك يا أبو عبد الله. زينب مصيبة مالت الأطفال، أطفال زينب الله يساعده، الله يساعد زينب ومصيبتها. ما أقدر أشرب ماي أبد، ما أقدر هيك مصيبة ما أقدر أشرب الماي، وسأل الله التوفيق وحسن العاقبة. كل سنة أجي أدخل كربلاء عطشان وأطلع من كربلاء عطشان. مات الحسين عطشان، حسين مات عطشان.
ماي ما شربت سيدة زين، لا شربت ماي ولا أحد لاقاها يعني وطرحوا بيها، أحبوها بصياط بصياط أحبوها. كان ينظر إلى الجزارين أو القصابين يسألهم هل سقيتم هاي الشاماي؟ يقولون سقيناه. يتوجه إلى كربلاء ويقول أبا يا حسين ذبحوك عطشانا ظمآنا والشاة تسقى. هذا حال الإمام زين العابدين. على الزوار العطشان، على الزوار الشديد، اشرب ماي زين. انا اشرب لذيذ الماي حاشا وهالقطط كلهم عطاشا. يوم العطش الأكبر أريد الشفاعة، أريد الشفاعة، أريد يسقينا من ماء الكوثر، يسقي شيعتي، يسقي كل ذول المحبين، يسقي الخدام الحسين اللي يقدمون الماء واللي يطون واللي يوقفون واللي كلهم إن شاء الله بشفاعة الحسين. مجهولين مجهولين موفقين يا رجل، الله يحققكم راتب إن شاء الله. لا والله ما تبرد، ما تبرد حارات الإمامة الحسين، ما تبرد إلا يظهر ظهور الإمام المهدي ويأخذ الثار ويحقق المراد إن شاء الله. ونحن تحت رايته الشريفة المقدسة جنود أوفياء مضحين في ذلك اليوم الموعود إن شاء الله. فالعالم اليوم كله مدين إلى الماء المطهر، ماء محمد وآل محمد الذي يذهب عن الإنسان الرجس ويجعله من التائبين ويجعله من المتطهرين ويجعله من المحبوبين. الله سبحانه وتعالى إذن يدعونا إلى سر الحياة، سر الوجود، سر العظمة، سر الكرامة، ألا وهو سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. النهر